لله والشكر الوضع الأمني هسا يعني فول، والشباب براحته ينزل يسوق كيفه يلبس بكيفه يحلق شعره بكيفه يعمل لحيته يعمل النص لحين يعمل لحي بكيفه مرتاح سكسوكة مرتاح والله فول طيبي الحمد لله. طلع بالليل ساعة 11 لساعة 12 الحمد لله ماكو مضايقات أبدا. ايام داعش ما تعبانين لا لبس لا زيان لا روح على جيه ولحيه طويل وزار يعني كله ماكو يعني حياتنا تعبانه كانت بذاك الوقت يعني ضغوط احتيادي يعني ضغوط يعني فرض مره يعني تجديد مضايقات علينا بشكل كل شيء جلد تضخيم ماكو كله ممنوع يعني كله ممنوع لا الحمد لله والشكر نروح نجي ونطلع نلبس بكيفنا نروح نجي ندخن يشرب بكيفه والله يعني الحمد لله والشكرون بعد التحرير يعني بدت العالم تطلع حتى من تجول ماكو نروح مثلا نقعد بالغابات بكافتريات بكازينوات يعني ماكو شيء حركه طبيعيه وماكو شيء يعني وضع جيد يعني الحمد لله والشكر.